أنا عبد الكريم عمر الشيباني من منطقة الخمس، صاحب شركة مطاحن طيبة الذهبية للبن. عندي 4 فروع في الخمس، في سوق الخميس وفي كروت وفي الخمس. عندي في المدينة عندي 2 مطاحن، أيوة، في سوق الخميس مطحن وفي كروت عندي مطحن، اعتبر 4 فروع عند الشركة. والله بداية بسيطة جدا، يعني عن طريق زيارتي لصديق الوالد في طرابلس. كانت زيارة يعني، وكانت الفكرة من هناك، بدأت الفكرة من هناك بعد زيارتنا لصديق الوالد غادي في طرابلس. فبدأت الفكرة لو اني فتحت هنا ودرت يعني ماكينة تحميص البن وماكينة لطحن البن يعني. ففكرنا في الشيء هذا، فكرنا له شوي يعني، توكلنا على الله وبدينا فيه الموضوع هذا، عرفت. وبدايتي كانت في الفرع الاول، كانت في كروت، في منطقة كروت، كان محل صغير ويعني بداية بسيطة، يعني بسيطة جدا. ومن بعد ذلك تطور الامر، فتحنا في سوق خميس. بعد الحمد لله طورت الامور، فتحنا 2 مطاحن، 2 فروع في منطقة الخمس في المدينة يعني. ايوه، وفرع في المحطة، وفرع الثاني في شارع الضمان. بداية كانت بسيطة والحمد لله بشوي بشوي طورت الامور. يعني بدينا نحمسه ونجيبه في قهوة خضراء ونحمسه، وبدأت الامور 100 100. وعن قريب ان شاء الله يعني حتبدا القهوة الطيبة يعني تبدا في الاسواق. يعني جبنا لها مصنع وجبنا لها اللي كيسه، واللي يعني تبدا باذن الله في الاسواق عن قريب ان شاء الله. عندي طبعا داير جهة للتطيب، للتواصي يعني للزبون، وين يجي يذوق قهوة ويشوف بناتها باش يذوق القهوة يعني وياخذ منها. يعني داير جهة للتطيب هذه، وجهة للطحن البن، وجهة الأخرى يعني داير فيها محمصة بن كما شفناها بكري، يعني نحمص فيها في البن الأخضر. يعني هذه جزء بسيط من المكان الرئيسي اللي هو في كروت. بدايتنا كانت غادي، هو جزء رئيسي، هذا جزء بسيط من بداية من غادي. وغادي في محمصة كبيرة وفي مصنع يعني لتكيس البن، وفي شباب غادي كيسوا يعني، عرفت. وهنا جزء بسيط يعني للمطحن نفسه. والله فيه البن البرازيلي، فيه البن الهندي اللي هو نوعين، وفيه الفيتنامي، وفيه الكولومبي. والله ديما اكثر حاجه ياخذوا فيها بالنسبه حتى لتوازن السعر يعني البرازيلي والهندي. والله اسعارهم يتراوح من 25 ل 32، هذه اسعار البرازيلي والهندي. وفي الكولومبي على 45، يعني قوي شويه. والكولومبي صعب على بعض الناس الحق، يعني في اللي يتكيف وحده وكذا ياخذ فيه، لانه قوي شويه في الطعمه بتاعته مش في تحميسته يعني. والله اول مشروع ديما اي حد بيبدا مشروع يعني توجد صعوبات في البدايه، اكيد اي مشروع بيبدا تلقى فيه صعوبات، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى مشت الامور يعني. استثنى الصعوبات توفيق من الله سبحانه وتعالى، عرفت. والله في كونك انك تحصل تحميسة كويسة، وانك تحصل خلطة كويسة يتقبلها الزبون منك، يعني هذه تبي وقت الحق، يعني تبي فترة باش تحصل تحميسة كويسة يعني انت تحمسها، وانك تذوق زبون تحصل ذوق كويس وبنة كويسة ونكهة كويسة ودرجة كويسة في الخلط، يعني والله في درجة التحميس. والله ننصحهم انهم كل واحد يبدأ بمشروع بسيط، راهو ما تهزاش على المشروع وان تبدأ به ببساطة. يعني رأي بداية الألف ميل يعني تبدأ بخطوة كيف ما يقولوا في المثل. يعني والله ننصحهم بأي فكرة تخطر على باله، وأي واحدة ما يهزاش على الوضع، عرفت. لأن الحاجة مرات تطور من نفسها، هو اعتمد عليها. ويعني الخدمة أي خدمة تبي أسلوب وتبي يعني نشاط، وتبي يعني واحد يطور من نفسه، ما يبداش في الحاجة نفسها، يعني تطور من نفسه شوية. وننصح بعض الآباء عندهم يعني يساهموا في نشاط عند الشباب، ينشط أبنائه وينشط يعني يكون ليه عون، يعني عرفت، يعاون الشباب في تحصيل نشاط اللي هو فيه، يطور من نفسه يعني. تمشي لحق الشباب ضروري، لحق ما يبداش وقف عاطل على العمل، يعني ما عباش عليه عمل ولا نحصل عمل في الدولة نحصل هذه بالنصيب، لكن ضروري العمل الحر ضروري منه.